والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال، تقدم أخبار الاقتصاد شروق عماد. تفضلي شروق. شكرا إيمان، شكرا دينا، أهلا بحضراتكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. انطلقت أولى الرحلات الدولية من مطار سفنكس الدولي إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث نظمت إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني أولى الرحلات بطائرة من طراز إيرباص 320 وعلى متنها 180 راكباً، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات. ويعد تشغيل أولى الرحلات الدولية من مطار سفنكس بعد تشغيل الرحلات الداخلية من المطار مطلع نوفمبر الماضي خطوة جديدة نحو تنفيذ استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح من خلال برامج تحفيزية لجذب مزيد من السائحين إلى مصر. أكد وزير البترول طارق الملا أن صناعة البترول والغاز شهدت تغيرات وتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية دفعتها لمواكبة التغيرات والتطور، مما أظهر مدى أهمية إنشاء كيانات تنظيمية لتؤدي دورا أساسيا في ضمان فاعلية تنظيم أسواق الطاقة وتقليل تأثير هذه التحديات سواء في تسعير الطاقة أو تأمين الإمدادات لحماية المستهلكين. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير أمام الجمعية العامة 34 لمنظمة منظمي الطاقة بالبحر المتوسط، والتي تضم كيانات وأجهزة تنظيمية مستقلة لتنظيم شؤون الطاقة بمنطقة البحر المتوسط، وتعقد في القاهرة لأول مرة. اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية أبو رواش، وكذلك عدد من الموضوعات التعاون المشترك بين الجانبين. وأوضح الوزير خلال اللقاء أن هذا المشروع يتم في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، البيئة ومحافظة الجيزة للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروعات أو المشروع الذي يستهدف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن لليوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات للساعة. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة أولى جلسات شهر ديسمبر بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 20.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 890 مليارا و400 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 13.639 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2622 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 3809 نقاط. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و55 قرشا للشراء و24 جنيها و61 قرشا للبيع. أما عن اليورو فقد سجل سعر الشراء 25 جنيها و62 قرشا وسعر البيع 25 جنيها و71 قرشا. وعن الجنيه الاسترليني فقد سجل لسعر الشراء 29 جنيها و86 قرشا وسعر البيع 29 جنيها و97 قرشا للبيع.
الافريقيه. اما عن العملات العربيه فنبدا بسعر الدرهم الاماراتي، فقد سجل 6 جنيهات و68 قرشا للشراء و6 جنيهات و71 قرشا للبيع. واخيرا الريال السعودي فقد سجل 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و55 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1785 دولارا للأوقية، أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 1281 جنيها، أما عيار 21 فقد سجل 1495 جنيها، أما عيار 24 1708، وأخيرا الجنيه الذهب فقد سجل 11960 جنيها. تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم مناصفة مع سنغافورة المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة عالميا بحسب ما أوردت مجلة الإيكونومست. وجاء في تقرير عام 2022 حول تكلفة المعيشة الذي نشرته المجلة البريطانية أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1% كمتوسط أعلى على أساس سنوي في 172 مدينة كبرى في العالم، وهي أكبر زيادة تسجل منذ 20 عاما حتى الآن. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما دينا وإيمان. شكرا لك شروق.